اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم في هذه السهره ثاني ايام عيد الفطر المبارك من منطقه هضبه المقطم بالقاهره في لياليها الجميله في عيد الفطر المبارك. معايا مجموعه من الشباب المتطوع في بنك الطعام المصري. بنك الطعام المصري بياخد خطوات في الحقيقه يشهد لها العاملون في مجال الخدمه ومنظمات المجتمع المدني، لانه بيقدم الخدمه بشكل متطور جدا، وايضا حصل على جوائز عالميه في تقديم الخدمه بشكل مؤسسي كبير، وايضا يعتبر في تقديم الخدمه لا يعتمد فقط على انه مشروع خدمي، لكن هو مشروع خدمي يشبه إلى حد كبير المشروعات الاستثمارية من حيث جودة الخدمة ومن حيث تنمية الموارد، حتى لا تنضب موارد الدخل أو المدخول لهذا بنك الطعام، بحيث تحدث دائما تنمية مستدامة للمشروع وللمستفيدين من المشروع. احنا مش بنتكلم بقى عن المشروع نفسه، احنا بنتكلم عن الشباب المتطوع. معايا ثلاثة من الشباب المتطوع في بنك الطعام المصري، وانا كنت عرفت قبل كده من لقائي معاهم ان في اكتر من 6000 تقريبا شاب متطوع. معايا كريم احمد في سته طب قصر العيني، اهلا بك يا كريم. اهلا بيك. ومعايا مايكل شريف في سته طب برضه بس عين شمس، اهلا بيك يا مايكل. ومعايا لجين عاطف في رابعه تجاره انجليزي، اهلا بيك يا لجين. منورين الاول، ربنا يكرمك. سعداء لما بنقابل شباب زيكم، ربنا يكرمك. دي يعني احنا مفروض محايدين الا في مثل هذه الاشياء. ليه؟ لان في الحقيقه في ناس بتقول ان حل البلد ليس في يد الحكومه فقط. هل انت مع هذا الكلام ام لا دكتور كريم؟ اكيد طبعا الحكومه ليها دور، واحنا علينا دور ان احنا ننفذ اللي بتقوله واللي نقدر نعمله بغض النظر عن الحكومه بتقول لا، سواء عمل خيري او غيره اكيد هيساعد يعني. لكن العمل الخيري في مصر ايه رايك فيه في منظومته عامه؟ يعني احنا المعادله الصعبه اللي دايما اطرحها على العاملين في هذا المجال، ان ليه العمل الخيري بيزيد والفقر ايضا بيزيد؟ يعني المعادله كده مش مظبوطه. والله مش عارف المفروض تبقى العلاقه عكسيه، يعني انت بتزود أكيد. الخدمه في أكيد. الجمعيات الخيريه المفروض بقى يحصل فيه ثمره في الشارع. هو العمل الخيري لوحده طبعا مش كفايه، يعني هي لازم برضه الحكومه عليها دور لازم تقوم بيه بجانب العمل الخيري. انا شايف ان العمل الخيري ماشي كويس جدا. ممكن ما اعرفش المشكله في ايه بالظبط، بس المفروض ان العمل الخيري دوت يعني الناس تشتغل فيه كتير، يعني الناس المتطوعين يزيدوا. يعني 6000 في بنك الطعام متهيألي برضه مش عدد كبير، احنا عدد الشباب حوالي ثلثين البلد، فالمفروض ان الشباب تتطوع. 6000 مش عدد كبير يعني. ونحاول نوصل الخدمه بشكل اكبر وبشكل اوسع للناس اللي محتاجاها فعلا عشان تتحل المشكله يعني. طيب مايكل، من خلال تجربتك مع بنك الطعام المصري، انت شايفه بيقدم خدمه شكلها ايه؟ يعني هل هو فعلا بناء مؤسسي كما قالوا؟ انا مع الراي ده طبعا، انا مع حضرتك في الموضوع ده. انا كمان شايف ان بنك الطعام يعني بيقدم خدمه لناس فعلا محتاجه. يعني احنا ممكن في عمل تطوعي في مجالات كتيره قوي، لكن اللي عجبني في بنك الطعام وده اللي خلاني كمان اجي اتطوع في بنك الطعام، ان هو فعلا بيأدي خدمه للناس فعلا المحتاجه. يعني في ناس من اللي بنخدمهم او بنقدم لهم التطوع ده بيكون فعلا ما فيش اي نوع من الاكل او اي نوع من الخدمات اللي هي انا شايف ان الاكل طبقه مستحقه، لان ساعات عمل الخير بيصل الى ايادي غير مستحقه. بالظبط. طب ايه اللي بيخليه يصل الى ايادي مستحقه؟ ايه السيستم اللي ماشيين او النظام اللي ماشيين عليه؟ السيستم احنا يعني بتبقى فيه، يعني طبعا بنبقى في ان كونتاكت يعني في مع جمعيات كتير خيريه ثانيه، وبنحاول نعرف فعلا هل الاسره دي، بنعمل زي سيرفيز وفي ناس مسؤوله عن الموضوع ده، ان هي تنزل وتعرف تشوف هل فعلا الاسره دي اسره فعلا مستحقه الخدمه دي، ولا زي ما حضرتك بتقول. انا اعتقد بقى الجمعيه الخيريه اللي انت بتوافق عليها وتعمل لها تقييم هي حلقه الوصل بينك كبنك الطعام بالزبط. وبين الفئه المستفيده. بالظبط. يعني مثلا لو عندي جمعيه خيريه في قريه من القرى، انت عمرك ما هتعرف مين المحتاج شو محتاج. بالظبط كده. يعني بس حتى الموضوع ما بيسيبش للجمعيه الخيريه بس، يعني مش الجمعيه الخيريه بتجيب لي ليست مثلا بالعائلات المستحقه او حاجه زي كده وانا باخدها لا، بنك الطعام برضو بينزل حتى بعد ما بتوصله الليست دي، بينزل يدور على الليست دي ويشوف الليست دي فعلا مستحقه ولا لا قبل ما بيوزع للجامعات. يعني
هو ما بيتعملش مع العائلات على طول، لكن بيعمل عليها بحث بعد ما بتجيله، بعد ما بيجيله كشف بيها بيعمل عليها بحث عشان يتاكد انها فعلا مستحقه للخدمه اللي رايحه لها ولا لا. طيب لجين، دورك في العمل التطوعي ايه في بنك الطعام؟ انا اتطوعت في بنك الطعام من 4 سنين. عملت معهم اول حاجه عملتها بداتها معاهم الاداريات، اشتغلت في الاداريات يعني شغل على الكمبيوتر ومكالمات وفايلنج ده من قبيل تخصصك يعني تجاره وشغل المحاسبي. وبعد كده بقى اشتغلت معاهم في الباكينج، ودي احلى حاجه في بنك الطعام لان فعلا بحس فيها بطعم الخير بجد، عشان انا اللي بعمل الكرتونه فروم اي تو زد، انا اللي ببتدي اقفلها واحط فيها كل المكونات بتاعتها، وانا متاكده اني لما اخلصها انها توصل للمحتاج الحقيقي بجد. طيب يعني انا بتكلم على المكونات في الحقيقه، لان انا شفت يعني المكونات اللي هي العلبه او الصندوق اللي بيصل الى المستحقين سواء اسره او فرد. هما بنك الطعام كمان مش بيدي الاسر الفقيره بس، لا والاسر محدود الدخل كمان لان فعلا في ناس موظف وكل حاجه في الحكومه، ربما زوجته موظفه لكن دخلهم لا يكفي اسبوع مثلا. تمام صح. طيب بالنسبه اللي هي المحتويات للصندوق او العلبه، يعني في ناس عقبت قالت مش لازم يكون بهذه الجوده الفائقه، يعني العدس مثلا مش موجود الا يعني لو في حد بيشتري الكيس ده، ما اعتقدش لازم يكون غني عشان يشتري الجوده دي. هو ما شاء الله بنك الطعام بيهتموا قوي بالكواليتي بتاع الحاجه، كانها زي اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت بالظبط. طب ده مش بيضيع فلوس اكتر من وجهه نظرك؟ لا يعني انا شايفه يعني ان احنا طالب الخدمه ممكن يقول بس اديني نص الجوده دي وكترها لي شويه. لا انا شايفه ان احنا بنحترم قوي الناس اللي هي محتاجه الحاجه دي، بنقدم لهم احسن حاجه. انا كده بحترمهم وبقدم لهم زي اللي انا باكله في بيتي بالظبط. ده بيدي رد فعل جيد. ما شاء الله. طيب الحمد لله. هرجع لكريم احمد. يعني كريم، في بنك الشفاء، هل انت شاركت فيه من بنك الطعام ولا انتم محددين؟ انا شاركت في بنك الطعام بس، لكن ما جاتليش فرصه ان انا اشارك في بنك الشفاء. طيب موضوع منظومه الخدمه، في ناس كتير قوي بتقول يا جماعه ما ينفعش كل لما جمعيه خيريه تتعمل وكل ما بنك يتعمل بنك طعام بنك شفاء يبقى كله اكل، لازم نحول الناس دي لمنتجين. طبعا. لازم اللي ياخد السنه دي يبقى السنه الجايه هو اللي يدي عشان طبعا. المنظومه تكبر. انت شايف الخدمه ازاي المفروض تبقى متكامله؟ يعني هو فكر فيها. انا شايف ان التخصص حاجه مهمه جدا، يعني زي ما في حد زي ما في مثلا مؤسسه زي بنك الطعام بتوفر الاكل، المفروض ان في مؤسسه ثانيه بتوفر مثلا مشاريع صغيره بنسمع عنها كتير للشخص ده يشتغل. فالاكل حاجه ضروريه، هو الاساس يعني. انت في لو الانسان مش هياكل ازاي يبقى منتج؟ بس فهو ده حاجه اساسيه بس. وبنك الطعام خد حاجه تخصص فيها، خلاص في حد تاني ياخد حاجه تانيه يتخصص فيها. يعني كل 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 مجال ما يقدر. ده مش محتاج تدخل من الحكومه شويه عشان ينظم عمل الجمعيات الاهليه او الجمعيات الخيريه؟ بنشوف مثلا في شارع واحد تلاقي جمعية كذا كذا لكفالة اليتيم، وفي المسجد اللي جنبها جمعية كذا كذا لكفالة اليتيم، وفي الكنيسة اللي جنبها جمعية كذا كذا لكفالة اليتيم، كل ده في شارع واحد. متهيألي كل ما اتعمل شارع تاني ما فيهوش أي حد. فعلا كل ما اتعمل على سكيل أكبر، كل ما كان في سيرفيز أكتر عشان تعرف الناس المحتاجة فعلا عددها قد إيه، ويتم حصرهم ويتم التعامل معاهم على في الجمعيات ديت، أنا شايف إن ده طبعا هتبقى الخدمة أحسن. لأن هتبقى كل الجمعيات بتشغل ناس أو بتتعامل مع ناس أكتر. طيب مايكل، انت اشتغلت في عمل خيري قبل بنك الطعام؟ لا انا الحقيقه يعني كان اول تجربه ليا في العمل الخيري. ممكن اكون نزلت قوافل طبيه يعني، بس هو ده اللي عملته، بس ما كانش مع جمعيه معينه يعني. طيب القوافل الطبيه تفتكر ان هي ليها جدوى؟ جدا جدا، لان يعني للاسف احنا عندنا هنا في مصر يعني، انا رحت عشوائيات كتير ومناطق فقيره كتير، ف في يعني حتى بيبقى يعني حاجات بسيطة جدا جدا، أمراض بسيطة جدا وكده، ممكن بسبب سوء الـ 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 يعني العناية بالصحة ممكن دي تؤدي فعلا لأن ناس بتموت أو الاكتشاف المبكر بالظبط كده. فإحنا كنا يعني أنا كنت ساعتها لسه طالب، يعني أنا لغاية دلوقتي لسه طالب في الكلية. في آخر سنة أنت؟ بالظبط، أنا فاضل لي شهرين تلاتة وخلص. لكن أنا ساعتها كنت لسه طالب برضو، ف يعني كنت مش بأدي بقى الخدمة اللي بيأديها الدكتور. طبعا أنا ما ينفعش، أنا يعني ممنوع أصلا أنا يعني تزاول المهنه. بالظبط، حتى لو في عمل خدمي بالظبط ممنوع. لكن انا الفكره كنا بنحاول على قد ما نقدر نعالج مثلا حاجات بسيطه، يعني ادوار البرد اللي ممكن تبقى حاجات بسيطه، الاطفال عندهم برضو امراض حاجات خفيفه كده، فبنساعد فيها يعني، برضو بتفرق. انا عن نفسي انا شايف ان حاجه زي دي
تفرق جدا جدا في بالذات في مصر وفي عشوائيات مصر لان منتشره جدا كتير الامراض هناك. طيب لجين بالنسبه نرجع تاني لموضوع بنك الطعام والمتطوعين ودورهم، يعني احنا قلنا عدد 6000 تقريبا على ما اذكره في الحقيقه مش واثق قوي من العدد يعني، لكن كريم قال المفروض العدد يزيد شويه. في ناس شايفه ان لا المتطوعين كتير جدا، لكن هو العمل اللي مش منظم، استغلال الطاقات ده مش منظم، توزيع الاماكن الفقيره ومعرفتها مش منظم. انت من خلال مزاولتك بتقول 4 سنين تقريبا في العمل الخدمي، يعني لو قلت لك اعملي مشروع خيري هتعملي فيه ايه؟ تحرصي على ايجابياته وتتلافي السلبيات اللي شفتيها. بصوا انا من خلال تجربتي في بنك الطعام انا شايفه ان بنك الطعام منظم جدا، بيعرف يستغل كل قدرات المتطوعين في كل يعني في كل حاجه هو محتاجها. زي ما حضرتك قلت في الاداريات انا كنت بقدر اعمل فيها حاجات، حد تاني بيقدر يعمل في حاجه تانية، فهم بيعرفوا ياخدوا قدرات المتطوع يوظفوها في الحاجات اللي هم محتاجينها. يعني يعتبر توصيف وظيفه كانه مشروع استثماري. بالظبط، كمان انا بستفيد وهم بيستفيدوا، انا اتعلمت حاجات وكمان عملت حاجه. بيتصلوا بيكوا ازاي؟ يعني انتوا مثلا بتروحوا لوحدكم كده ولا في اوقات طوارئ؟ يعني مثلا في رمضان مش عارف بيوزعوا 2 مليون شنطه او حاجه زي كده. كرتونه. كرتونه. يعني ازاي بيتصلوا بيكوا؟ هل في يعني ازاي التواصل، كيفيه التواصل؟ هل في قاعده بيانات معروفه؟ هو اول ما بنروح بنك الطعام في ابلكيشن، احنا بنملى الابلكيشن دي بكل المعلومات بتاعتنا، وفي ناس مسؤوله عن المتطوعين. هما بيبقى في داتا بيز باسامينا وارقام تليفوناتنا وهما بيتصلوا بينا كل ما يحتاجوا الحاجه. تمام. تفتكري ممكن البنك الشفاء يسير بنفس الخطوات؟ يعني انت تابعت بنك الشفاء ولا فقط بنك الطعام؟ هو بنك الشفاء لسه معمول قريب، فانا لسه ما اشتغلتش فيه، بس انا ان شاء الله. لا هم عارضين عليكم ولا لا؟ هم بيقولوا لا المتطوع هنا ما ينفعش يبقى هنا، يعني من قبيل العمل المؤسسي. هل هم عرضوا عليكم ولا هو لسه بنك الشفاء يعني ابتدى لسه ما عملش حاجات كتير، بس اكيد اي حاجه هم يحتاجوها بنك الشفاء او بنك الطعام ما فيش مشكله. طيب هرجع لكريم احمد، يعني هو كنا بنتكلم على الخدمه الشامله للناس، يعني احنا في بعض البرامج التلفزيونيه اللي تبعت موضوع الاكل والشرب اللي انت قلت ان ده مهم جدا. تمام. لكن تلاقي مستوى الثقافه يعني صفر، مستوى الرعايه الاجتماعيه عامه، التعليم، الصحه، صفر. ازاي ممكن الجمعيات الخيريه تقوم بالدور ده؟ انا مركزه على الاكل والشرب والفلوس فقط. عن طريق ان الجمعيات زي ما قلت بقى ان كل جمعيه تاخد تخصص، حد ياخد التعليم، حد ياخد الغذاء، حد ياخد الدواء. نفس الفكره. انا شايف ان مفيش اللي بيعمل كل حاجه غالبا ما بيوصلش لاحسن ما فيه، يعني كل لما الواحد خد حاجه واحده ومشي فيها بيقدر يجيب اخرها، بيقدر يوصل. انت سمعت عن موضوع تكاتف او تآلف الجمعيات الخيريه؟ ده يبقى شيء ممتاز، انا ما سمعتش عنه الصراحه، بس لو ده حصل انا عمال اقول لكم معلومات كتير بقى. يعني احنا محتاجين ده في كل مؤسسات الدوله، مش يعني لازم تبقى كل حاجه مترابطه ببعضها عشان نقدر نوصل، لان البني ادم دوت يبقى عايش صح، بيتعلم صح، بيفيد صح، بيبقى بني ادم منتج. لكن لو كل واحد بيشتغل في حاله من غير ما ممكن يكونوا اتنين بيقدموا نفس الخدمه لنفس الشخص، فانت ما استفدتش حاجه. لازم كل حد يدي خدمه. طب تفتكر الدوائر الصغيره المغلقه اللي هي الخدمه اللي انت قلت التنوع في طبيعه الخدمه؟ تمام. طيب المحليه في طبيعه الخدمه ولا على المستوى القومي كله، على مستوى مصر؟ يعني بنك الطعام بيوزع على مستوى مصر لكن بيستخدم الجمعيات، فهو دمج بين الاثنين. تمام. في جمعيات مثلا جمعيه رساله والارمان، دول بيشتغلوا برضو على مستوى الجمهوريه. تفتكر الافضل دلوقتي ان مثلا منطقه زي هضبه المقطم اللي احنا فيها دي فيها جمعيات كذا، تركز شغلها كله هنا، تمويلها كله يجي من اهل المنطقه وخيرها كله يروح لاهل المنطقه، ولا يبقى على مستوى مصر كلها ويبقى يبقى مركزي؟ لا اعتقد ان في المؤسسات الكبيره تشتغل على مستوى مصر، يعني بنك الطعام، رساله، الارمان، دي جمعيات بقى لها سنين شغاله وبتتواصل. يعني اللي يعمل الموضوع دوت الجمعيات الاهليه الصغيره اللي بتبقى في مكان صغير محدود وقدراتها محدوده، فدي توفر خيرها للمكان اللي هي فيه، وتنظمها الجمعيات الكبيره زي بنك الطعام او غيره، ينظم بقى عن طريق يعني ان هو يكون بيفيد ناس اكتر في اماكن اكتر عن طريق الجمعيات ديت، فبالتالي تبقى عملت الاثنين. يعني تبقى ساعدت الناس في مناطق محدده، يعني الجمعيات ديت بقت مخصصه لمناطق محدده، وبنك الطعام من خلال برضو الجمعيات ديت بيساعد ناس اكتر في اماكن اكتر. تبقى عملت الاثنين، ما تبقاش ساعدت حته معينه وباقي الاماكن مش واصل لها.
مايكل، مذكرات العمل في المجال الخيري والخدمي، ايه اكتر موقف انت يعني مش ناسيه؟ انا ممكن يكون بالنسبه لبنك الطعام، يعني انا التطوع بتاعي كان اغلبه في موضوع التحصيل تبرعات. كنا بيبقى فيه بوث كده بنقف فيه في اماكن كتير وبنلم التبرعات عشان نعرف بقى نجيب بيها الكراتين دي. ف يعني مش مواقف كتير قوي تعرضت لها، بس من المواقف اللي ما اقدرش انساها ان انا يعني كنت في مول مشهور يعني، واستغربت لقيت حد كده يعني بسيط قوي ولبسه بسيط، يعني كانت ست بسيطه قوي، ويعني انا حسيت ان هي ممكن كانت هتيجي تسالني بقى هل انا ممكن اخد منكم اكل دلوقتي او ايا كان، يعني حسيت ان هي فعلا هي محتاجه مساعده. لقيتها جايه تقول لي يا ابني انت اقل حاجه ممكن ادفعها هنا كام؟ قلت لها حضرتك يعني مش فارق كل حاجه، كل اي حاجه فلوس حتى لو كانت حاجه بسيطه تفرق. فقالت لي انا ممكن اسيب 5 جنيه. فقلت لها طبعا يعني انت اكيد ممكن تسيبي وتفرق جدا، وطبعا شكرتها يعني حاجه اثرت فيا يعني. طبعاً يعني واحده زي دي فعلا هي المحتاجه، وانا يعني حتى بصيتي في الاول كانت غلط فيها، قلت دي جايه تسالني انا عايزه اكل او كده. طيب موقف رائع طبعا، رب درهم سبق 1000 درهم. لجين، لو موقف ما تنسهوش برضو اثر فيكي جدا في العمل الخادم وخلاكي تتمسكي اكتر بالتجربه؟ كان ايام السيول، كان في حصلت سيول من سنتين تقريبا في مصر، وبنك الطعام كان بيطلع قوافل بكل حاجه للاماكن السيول دي. فكان في وقت بقى القافله لازم تطلع، وكل الناس بقت تشيل الكراتين بسرعه ويجروا ويعملوا الكراتين في ثواني، كان منظرهم حلو قوي. ده ما اقدرش انسى المشهد دوت، كلنا كنا بنجري وبنات بتشيل وكله بيشيل وكله بيساعد عشان القوافل تفصل في ميعادها للناس. كريم، والله وانا مش يعني انا حسيت يعني بنك طبعا اشتغلت في كذا حاجه، اشتغلت في البوس في الماركتنج، واشتغلت في التحصيل، واشتغلت في الباكينج، بس هو التحصيل هو اللي كان فيه اكتر. يعني احنا في كنا بنتعامل اكتر مع الناس، يعني انا كنت بروح لهم البيوت اخد من لو في حد مش قادر يوصل للبنك او مش قادر يروح للبوس. فالموضوع ده كان اتعمل من سنتين تقريبا، وعاوز يطلع حاجه ومش قادر يتحرك، فدعوات الناس كانت بتبقى حاجه جميله جدا. يعني انا رحت الناس كتير قاعده مش ما بتتحركش من البيت، بس هو حاسس انه ليه دور وحاسس انه عاوز يعمل حاجه، بس ما يعني الحاجه اللي يقدر يساهم بيها الفلوس. فكانت حاجه جميله جدا دعواتهم الناس اللي قايمه على البنك. شكرا جدا كريم احمد في سته طب قصر العيني، ومايكل شريف سته طب عين شمس، ولجين عاطف في رابعة تجارة إنجليزي. أشكركم جدا، نموذج مشرف للشباب المصري، وإن شاء الله دايما بالتوفيق لقدام. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل أيضا لنا جلسة مع مجموعة من الشباب المتطوع أيضا في مشروع صناع الحياة، فابقوا معنا. Thank you.
بكم مرة أخرى، وكما ذكرت لكم قبل الفاصل لنا لقاء الآن مع شابين من المتطوعين في العمل الخيري وبالتحديد في مشروع صناع الحياة، وهم في الحقيقة ما كانوش عايزين يقولوا الوظيفة أو توصيف العمل اللي هم مسؤولين عنه في مشروع صناع الحياة، لكن يعني كان من الضرورة بمكان أن احنا نتعرف عليهم تعرف كامل حتى نستفيد من تجربتهم، لأن في الحقيقة كثير من العاملين في العمل الخيري ينكرون ذاتهم، وربما يكون هذا أساس من أسس نجاح العمل الخيري في معظم العمل التطوعي على مستوى الجمهورية. معنا المهندس محمد مؤمن وهو مسؤول تطوير المشروعات في صناع الحياة. أهلا بك يا باشمهندس معنا. معلش ما أنا صممت عليك أن أقول عليك وكل شوية أقول عليك مسؤول تطوير المشروعات في صناع الحياة عشان اللي قبلك يعرف. طيب، ومعنا المهندس علي حسن منسق محافظة البحيرة في مشروع إنسان. مشروع إنسان ده أيضا صناع الحياة، جزء من مشروعات صناع الحياة. تمام، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. طيب، في البداية صناع الحياة كعمل مؤسسي، يعني عايز لو أنا بفكر أن أنا ألتحق بمشروع بعدك عايز تعرض لي، أنا مش عارف دي مش وظيفتك بس أكيد من قبيل مواكبة العمل، يعني عايز تعرض لي مشروع صناع الحياة إزاي، شكله إيه ورايح فين واستراتيجيته والكلام ده كله. تمام. هي صناع الحياة فكرة بدأت سنة 2004. كنا ساعة الفكرة دي ببساطة شديدة كان وضع اللي كان فيه البلد في الوقت ده، واللي هو ممكن يكون يعني ما زلنا فيه جزء كبير كبير منه ما زال قائم، ان احنا كنا ساعتها بنتكلم ان مصر وصلت لنقطة تحت خالص صعبة جدا مفيش بعديها، يعني احنا عايزين نطلع بالبلد تاني. فكنا ساعتها بنذكر كلمة النهضة، كانت كلمة النهضة دي في سنة 2004 كانت عاملة زي سفينة سيدنا نوح كده، يعني ما يعني كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فكان شكلها غريب شوية يعني في الوقت ده. بدأنا كشباب، كنا معظمنا في الوقت ده أعمارنا يعني صغيرة جدا، لما دخلت صناع الحياة كان عندي 18 سنة، وبدأنا من سنة 2004 نشتغل. كان جوانا حاجة مبادئ كده متحرك بيها، أول مبدأ كان جوانا مبدأ التنمية بالإيمان، إن البلد اللي احنا عايشين فيها دي الإيمان مكون من مكوناتها بيحركها لقدام. الإيمان ما هوش حاجة بتدعونا إن احنا نفضل قاعدين في مكاننا أو نفهم العبادة بمفهوم مش هو المفهوم الصحيح اللي فهموا به السابقين يعني. فبدأنا نتحرك، إن جزء من إيماننا وجزء من ديننا بيحسنا إن احنا نتحرك للبلد، نشتغل في مشاريع تنموية، نغير في البلد بشكل كبير. كان الإيمان ده بيمنعناش من نقطة تانية اللي هي التعايش، نقطة التعايش إن احنا نتعايش مع جميع المختلفين عنا في بلدنا، سواء كل حد حضرتك بالنسبة لي كل الناس، ازاي ان احنا نتعاون كلنا علشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. وكان النقطة الثالثة اللي موجودة في صناع الحياة والمكون الرئيسي فيها تمكين الشباب، ان الشباب هم اللي بيحركوا كل مشاريع صناع الحياة وهم اللي بيديروها وبيشتغلوا فيها، هم اللي بيديروا صناع الحياة من اول يعني رئيس مجلس إدارة صناع الحياة شاب لحد اي حد، كلنا شباب يعني اللي بيحركوا صناع الحياة. بس ده كان طيب. يعني طيب مهندس علي، أين يقف الآن مشروع صناع الحياة؟ لأن جه وقت من الأوقات بعض الناس وخاصة في النظام السابق راهن على سقوط هذا المشروع وأنه انتهى وأنه أصبح فقط مجرد شباب بيشتغلوا بطريقة عشوائية ليس كما بدأ، يعني هو راهن على سقوطه أو نزول منحنى النجاح بتاعه. الكلام ده فعلا عشتوه فتره من الفترات ولا لا؟ هو ممكن يكون فعلا توقف فتره، بس هي فتره اجازيه، فتره بسيطه بس، لان المشروعات بدات طبيعي، اي مشروع بيبدا بيواجه صعوبات وبيواجه اي حاجه بتقف قدام منه، لكن احنا حاليا اصلا شغالين في مشروعات شغاله بقوه فعلا، ونازلين بحملات بقوه، لا هم فعلا بنثبت وجودنا والناس شغالين، لان احنا هدفنا اصلا من بدايه فكره صناع ان احنا بنبني كوادر ان هي بتتعلم من المشاكل دي، ان هي بتواجه الصعاب اللي تنفع فعلا بيها البلد، مش ان هو فرد يبقى معين، لا ده فرد يبقى مؤثر في المحيط اللي حوله. ليه؟ لان هي الكوادر دي هي اللي هتعمل حاجات، هي اللي هتخلق سياسات بعد كده، هي اللي هتقدر تواجه اذا كان في مشاكل بعد كده ولا لا. تمام. لا هو المشروع واجه مشاكل، هو حاليا تخطى كل ده في الفترات الحاليه. طبعا انا في مشروع انسان من مشروع صناع الحياه عامه، مشروع انسان من خريطه صناع الحياه، مشروع انسان حاليا شغال في حمله بقالها حوالي 10 ايام
تمام. الحمله دي هدفها ان هي تعمل 555 مشروع. مشروع انسان مشروع انسان فكرته اصلا ان هو بيعمل مشروعات للاسر الفقيره، لكن مش اي اسر. الاسر ديت ليها مجموعه شروط تمام بتنطبق عليها وبتختار بدقه جيده جدا. يعني المتطوع لما بيختار الاسره بتكون على اختيار دقيق جدا، لان احنا بننزل في الاسره 3 مرات على الاقل، بتكون فترات متباعده، والاسره ما تكونش بتعرف بايه بميعاد نزولنا عشان نكون في دقه الاختيار تمام، لان هي تكون تستحق. وبعدين فكره المشروع اصلا هي فكره تنمويه بحته. ليه؟ هو هدف الاسره مش هدف ان هي تكون مؤثره ليها بس، هدف الاسره ان هي تتطور وتاثر حواليه منها، ان هي فعلا تفيد المكان المحيط بيها، لان اللي حوالي منها فعلا، هل الشخص اللي تعمل المشروع ده فعلا اتطور وبقى حاجه بعد كده ولا لا؟ وفعلا اللي حوالي منه فعلا، احنا بطبيعتنا في الشعب المصري ان هو لما بيشوف حد بيتطور بالتالي زيه. طب انتوا عندكم في البحيره مثلا هتعملوا ايه؟ يعني قول لي هتعمل ايه على ارض الواقع، الناس بتسمع. انا كان تعليق بس قبل ما نخش على البحيره. يعني مشروع انسان هو اكتر حاجه بيعملها ان هو بيطلع شباب مصريين عارفين البلد بشكل حقيقي، مش عارفين البلد من التلفزيون. لا احنا يعني مشروع انسان ده كلنا، انا صحيح مش بشتغل في مشروع انسان دلوقتي، انا مش متطوع فيه، انما في فتره من الحياه كلنا بنعدي على مشروع انسان. مشروع انسان ده عامل زي مثلا في ماليزيا لازم رئيس الوزراء يكون كان وزير التربيه والتعليم، فمفيش حد في مال الحياه الا لازم يعدي على مشروع انسان، لان هو ده اللي بيعرف منه بلده ماشيه ازاي بشكل حقيقي من تحت خالص، يعرف القريه دي ايه اللي بيحصل فيها. مصر ما هياش بس اللي احنا بنشوفه في القاهره او في التلفزيونات او لا، في بلد تحت. فده دور مشروع انسان، الدور الاكبر لمشروع انسان اللي بيبني الكوادر دي، ده الغرض الكبير جدا في مشروع انسان، بجانب كوادر للعمل في المجال الخيري، للعمل في احنا معمل التنموي بشكل عام، احنا بننشد ان يبقى في نهضه في البلد التنموي عامه. طيب فلازم تعرف البلد. طب المستهدفين بقى مين؟ يعني انت هل المستهدف فقط انك تربي كوادر؟ لا طبعا، من الواقع ولا تقدم خدمه، يعني الكوادر من خلال خدمه تقدم طبعًا للانسان. طبعا الخدمه اللي بتقدم اللي علي ذكرها، ان احنا بنعمل مشروعات للاسر الفقيره اللي عندها اولاد متسربين من التعليم بسبب الفقر. يعني اسره عندها ولد ما دخلش المدرسه او ما كملش بسبب ان هو اسرته مش قادره تصرف عليه، فبنعمل مشروع صغير للاسره دي، تقدر الاسره دي من خلاله تصرف على الولد ده. والمشروع بادئ من سنه 2008. هو فقط متخصص في المجال ده فقط، في مجال مجال اللي هو تسرب، مواجهه التسرب من التعليم. بالظبط بالظبط. في عندنا مشاريع ثانيه بقى في صناع الحياه اخرى كتير يعني، لكن انا بتكلم على انسان هو متخصص في هذا المجال فقط كحاجه بالزبط. نوعيه يعني بالظبط. طيب انت قلت لي باشمهندس ان انتم من 10 ايام كان في حمله، في حمله حاليا شغاله تمام، اسمها حمله 3 خمسات. الحمله دي ان شاء الله في 20 يوم تمام هنكون جمعنا 555 مشروع، 555 اسره يعني تمام، جاهزين ان هم يتنفذهم. وهنكون نفذنا في ال 20 يوم 120 مشروع، اتنفذ منهم فعليا حوالي 80 مشروع تمام. دولت الشباب اصلا يعني اجمل عيد عدى عليهم العيد اللي هم ده، شغالين امبارح، شغالين يوميا في رمضان. كان قريب، انت ذكرت قبل كده المحافظات كلها كانت قريب، كانت بتنفذ. كان يوم الخميس كنا بننفذ في يوم واحد حوالي 8 مشروعات تمام. الشباب بينزلوا يوميا في العيد شغالين من الصبح، كانوا عاملين جهاز متطوعين هايل جدا وشغالين حاليا. والحمله ده حلم لينا، حلم صغير لينا بنمهد بيه بعد كده الحمل اللي هو حلم بعد كده اللي هو 7000 مشروع، 7000 اسره ان شاء الله يعني. طب هو السؤال اللي يعني ممكن يرد على اي خاطر لما اتكلم عن مهندس بترول او مهندس، حضرتك مهندس في مجال مهندس عماره، مهندس عماره، يعني عندكم اشغالكم وعندكم طموحاتكم وعندكم احلامكم، ازاي بتوازن بين حياتك وبين هذا العطاء؟ يعني حضرتك مدير مشروعات في مشروع كبير اسمه صناع الحياه يعلمه القاص والداني، محتاج وقت، محتاج تركيز. انا شخصيا مش بوازن قوي يعني، ممكن علي يتكلم عن التوازن اكتر يعني احنا بيبقى عندنا اوقات في صناع الحياه بنمر بيها ساعات بالتوازن بيختل طبعا لصالح صناع الحياه، انها بعد كده بيجي حد يعني مننا يعني واحد تاني بيجي يشيل وقت، هو بيبقى التوازن عنده رايح لصناع الحياه اكتر من ناحيه الشغل، والتاني بيكمل في شغل. طبعا اكيد يعني افضل شيء في الدنيا الانسان يبقى متوازن في كل حاجه هو بيعملها، وده اللي احنا بنسعى ليه. يعني انا بالنسبه لي الهدف اللي انا الشخصي يعني اللي انا بسعى ليه ان يحصل التوازن ده بشكل عاجل يعني، وبنحاول نلجا للعمل الحر علشان نقدر نعمل التوازن ده، لان طول ما احنا بنشتغل موظفين يعني مش هتلاقي اساسا، بيبقى الموضوع صعب جدا يعني. نفس الكلام يا باشمهندس، انا بحاول اوازنها شويه يعني يعني بحاول اوازنها بين، هو لازم تتوازن في 3 اتجاهات، العمل الحياه الشخصيه رقم واحد، والعمل التطوعي، وحياه العمل. انا بحاول تقريبا يعني بنسبه 70% ان انا اوزنها ما بين الشغل وما بين
وما بين العمل التطوعي، لان بحاول شغلي بالليل يعني زي الباشمهندس ما قال ان احنا بنلجأ للاعمال الحره، فبيكون الاوقات فيه بالليل تبقى الدنيا فاضيه شويه بنقدر نحاول ان احنا نحاول شغلنا عليه. لكن هو طبيعي الراجل اللي بيشتغل في العمل التنموي او التعامل التطوعي مع الوقت ان هو بيتعلم اصلا بعد كده ان هو يوازن وقته مره واثنين وثلاثه، ان هو يقدر يوم الطبيعي ان هو يبقى ماشي فيه ما بين العمل التطوعي وما بين شغله وما بين حياته في البيت او حياته الخاصه او حياته العامه مع الناس كلها، ده من الطبيعي بيمر بيه في وقت من الاوقات. طيب ما تاكلوا عشان نعمل توازن في القعده كده. ان شاء الله انا بس يعني كان يعني من الحاجات اللي احنا كنا جايين محبرين بيها يعني من الشباب بتوع صناع الحياه واللي احنا يعني نفسنا لو في مجال يعني نتكلم فيها، ان زي ما حصل في مصر ثوره في المجال السياسي وجاء بقى موجود كتلة حرجة اتجمعت في ميدان التحرير وقدرت ان هي تغير التغيير اللي موجود ده دلوقتي، نفسنا كمان يكون في مجال التنمية والنهضة اللي موجودة في البلد يكون موجود نفس الشيء ده. صحيح التنمية بتبقى أصعب من السياسة شوية، لأن السياسة يعني مطلوبة ومطلوب ان الناس تتكلم ومحدش ضدها ولا أي حاجة خالص، إنما العمل التنموي ممكن يكون فيه مشقة أكبر شوية. فاحنا محتاجين يعني دعوة لكل الشباب اللي موجودين في مصر والكبار كل الناس يعني ان احنا نقدر نوصل للكتله الحرجه دي في البلد عشان البلد فعلا تتغير بشكل حقيقي. طيب مهندس محمد، هي المشكله في وجود الشباب؟ يعني في ناس بتقول ان الشباب كتير جدا لكن ما فيش سياسه صح للعمل التنموي في مصر او العمل الخيري او العمل ايا كان اللي هو تطوعي، يعني ايا كان لاستغلال هذه الطاقات. يعني انت على الفيسبوك ممكن تجمع 30,000 واحد يقول لك بكره، بس بشرط ارد لهم مشروع كويس زي صناع الحياه زي انسان، ووجه طاقتهم كويس جدا وحسسهم ان في الجناحين بيشتغلوا، ان هو بيشتغل برعايه الحكومه وبعملك. يعني النقطه الثانيه لحضرتك، يعني لو انا بتكلم على صناع الحياه فييجوا صناع الحياه، يعني احنا ان شاء الله نسعهم وعلى راسنا ونبقى سعداء. النقطه اللي حضرتك ذكرتها الثانيه نقطه الحكومه، يعني الحكومه يعني الدور اللي على الحكومه، كان في زميلتنا دكتوره جيهان من بني سويف كانت كاتبه ستيتس على الفيسبوك الصبح بتقول خلوا بيننا وبين التنميه، يعني زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلوا بيننا وبين الناس، سيبوا الناس يعني تشتغل. وانا يعني اتمنى ان شاء الله. طب هم بيعملوا معوقات؟ لا 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 خالص، يعني يكون في بقى مساعده اكبر. يعني مساعده، انا مش بقول دي تبقى ازاي. يعني موضوع العمل التنموي في مصر زي ما قلت مع الناس اللي كانوا في بنك طعام، العمل الخيري والتطوعي والخدمي بيزيد جدا والاثر بتاعه مش باين قوي في الشارع، دليل ان في حاجه غلط، في فجوه في النص، في سياسات مش صح، الجناحين مش شغالين بتناغم مع طبعا. بعض جناح الحكومه وجناح طبعا. طيب ما تقدموا ليه ما تعملوش في الفتره دي مثلا، ما يمكن وجود وزاره للعمل التطوعي غير الشؤون الاجتماعيه والكلام ده تبقى احسن، يمكن هيئه قوميه يعني، يمكن مش عارف. انا خلينا هروح بحضرتك برضو في نفس النقطه بتاعت صناع الحياه. احنا دورنا يعني احنا عندنا مشروع العلم قوه بتاع محو الاميه. احنا دورنا في مشروع العلم قوه ان احنا بنعمل تجربه لمحو اميه 120,000 مصري خلال سنه، والرقم ده لم يحدث في تاريخ مصر ان هو تم محو بالرغم من المليارات اللي اتصرفت، يعني بالرغم من كل حاجه. ف 120,000 مصري دول احنا صناع الحياه دورنا ان احنا بنعمل تجربه في محو الاميه. ان شاء الله التجربه دي هيكون يعني بدات خلاص على ختامها، وهيكون عندنا في يوم 6 اكتوبر في احتفال بالاميين. الغرض منه مش منظره ولا ان احنا نجيب اميين كتير نجمعهم في الاستاد، الغرض ان احنا نوري مصر ان مصر تستطيع ان هي تمحو الاميه، لان لا يمكن ان البلد اللي علمت الناس يقروا ويكتبوا يكون نص الناس هي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، مش ممكن يعني. مصر الدوله رقم 146 في القراءه والكتابه من تصنيف في 169 دوله. ففي صناع الحياه دورهم في الحكايه دي ان هم بيقدموا تجربه، التجربه دي يقدموها للحكومه يقولوا لها يا حكومه ادي المشروع، لان مشروع محو الاميه ده مشروع قومي لازم الدوله هي اللي تقوم به، مشروع دوله مش مهما اجتمعت منظمات كتيره جدا بدون ما تتدخل الدوله طبعا. مش هنقدر لا ماديا ولا باي شكل من الاشكال. فدورنا احنا في صناع الحياه وفي كل المؤسسات اللي موجوده في مصر ان احنا نقدم التجربه دي، وخدوا التجربه دي سواء في انسان او في العلم قوه، دي الطريقه اللي احنا شفنا بيها ان احنا نقدر نعلم الناس، ان احنا نقدر نعمل مشروعات صغيره للناس، وانتوا عمموها بدوركم على الدوله بشكل عام، واحنا يعني خدامين مصر في الحكايه دي. طيب سؤال اخير للمهندس علي، هو ان مشروع صناع الحياه مشروع يعني لا مركزي على مستوى الدوله كلها، هل ممكن انتوا مثلا في المحافظات اللي هي المحليه والاقليميه ان هو يعمل مشروع خاص بمحافظته، لانه شايف ان البحيره مثلا عندكم فيها مشكله مش موجوده في اي حته، مشكله مثلا تلوث ميه في القرى مثلا، هل ده متاح ليكم في هو
الفكره في المشروعات كلها في مشروع انسان ان احنا بنلجأ في الاخر هو المشروع ذات نفسه مركزي من جوه. ان احنا حتى طباع الناس كمان هي مش مشكلات وقتيه او مشكلات مكان، ممكن طباع الناس بتكون مختلفه من محافظه لمحافظه. تمام، تجارب الاشخاص ذات نفسها اللي بتتداول في الاماكن ديت بنقدر نفيد بيها بعض. يعني ممكن واحد في محافظه مثلا زي محافظه مثلا اسوان يقدر يفيد واحد في محافظه زي محافظه اسكندريه، تمام، باختلاف المكان. فهو في الاخر بيلجا للمركزي لمدير المشروع، وفي غرفه اسمها غرفه العمليات هي بتوجد الحلول اذا كان ده ينفع معاها ولا ليه، عشان يحقق في الاخر المبادئ المتفق عليها في مشروع انسان والشروط اللي بتنطبق عليها الاسره علشان تكون اسره فعلا مؤثره في البيئه اللي هي محيطه فيها. اشكركما شكرا جزيلا. ممكن اقول حاجه صغيره؟ اتفضل. انا بس نفسي لكل برضو اهالينا في صناع الحياه، اهالي ابائنا احنا وامهاتنا، يعني لو حد بيخاف على اولاده وهم نازلين يعملوا حاجه او يتحركوا او كده سيبوهم، يعني في الاخر قدر ربنا سبحانه وتعالى نافذ يعني. فلو حد خايف من ممكن حاله امنيه او خايف من ان هم يتعرضوا لاي شيء، ففي الاخر اللي هم نازلين يعملوه ده حاجه عظيمه جدا، حاجه بتخدم البلد. ده هو اللي عايز يامن نفسه يشتغل، ويا ريت هم كمان ينزلوا معاهم. ده انا بس بقول الكلمتين دول عشان هم امنونا نقولهم، فلازم اقولهم يعني، سامحني يعني. في كلمه بس اخيره احب اضيفها بس. اتفضل. احنا في مشروع انسان حاليا يعني لينا حلم كبير، حلم ال 7000 مشروع ان شاء الله. دول محتاجين حوالي 35000 متطوع باذن الله يعني. فاحنا في خط ساخن كده رقمه 16. رقمه كام؟ 16 5 63. للي حابب يشارك ويطوع ويفيد بلده فعلا ويفيد نفسه قبل ما يفيد بلده. 16 5 63 لمن يريد ان يلتحق بالعمل الخيري. مشروع الانسان محتاج لكام؟ 30000. 35000 متطوع. يلا يا شباب، يعني صناع الحياه بالتأكيد هذا البلد لن يبنى إلا بسواعد الشباب وعن طريق هذا المجتمع المدني الذي بنيت به الدول المتطورة. بشكر ضيفي الكريمين المهندس محمد مؤمن والمهندس علي حسن، شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل الحوارات ونحن معكم من هضبة المقطم بالقاهرة، كونوا معنا.